تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم سنتوقف مع مجموعة من المحاور والأحداث والأخبار الرياضية المنوعة، وسنكمل مشوار تغطية صدى الرياضة بين جميع الفعاليات الرياضية. كالمعتاد ستكون عدسة البرنامج متواجدة مع أحداث واستحقاقات رياضية للأندية العراقية، ومنها نادي الطلبة الكروي الذي تعاقد مع جهاز فني جديد ومعروف في الوسط الكروي قبل الدخول في بطولة الدوري العراقي بكرة القدم. ومن بين المحطات الأخرى لهذا اليوم ستكون لنا لقاءات رياضية شاملة لمحاور رياضية مختلفة، فضلاً عن وقفات مع بطولات وأخبار رياضية منوعة. مشاهدينا بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وانطلاقتنا الأولى مع مجموعة من الأخبار المحلية المختلفة، ونبدأها مع الممثل الأول للكرة العراقية في البطولة العربية للأندية الأبطال وهو القوة الجوية. ففي ذهاب دور 32 من البطولة خسر القوة الجوية أمام ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كربلاء الدولي. هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع اللاعب أيمن محيوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بهدف دون رد. هذا وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في الجزائر في 9 أيلول المقبل. وقال راضي شنيشي مدرب القوة الجوية في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: قدمنا مباراة كبيرة ولم نستغل الفرص التي سنحت لنا، وأنا مقتنع تماما بمستوى الفريق في هذه المواجهة. في السياق نفسه وفي وقت لاحق اعتذر مدرب السقور راضي شنيشل من الاستمرار في قيادة القوة الجوية خلال منافسات الموسم المقبل. وكشف شنيشل عن صعوبة العمل في ظل التفاصيل الإدارية، ووصف المسألة بحالة من الفوضى. مشاهدينا هذه المرة إلى نادي النفط، الممثل الثاني للكرة العراقية في البطولة العربية للأندية الأبطال، إذ ساهمت ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الدولي جهاد جريشة خلال إدارته لمباراة النفط العراقي أمام الصفاقسي التونسي، ساهم في تعادل قاتل للفريق التونسي بهدف واحد لكلا الفريقين في اللقاء الذي أقيم ضمن ذهاب دور 32 من منافسات البطولة العربية. تقدم فريق النفط أولا عن طريق لاعبه مازن فياض في الدقيقة 27 من الشوط الأول، وقبل نهاية اللقاء وتحديدا في الدقيقة 89 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الصفاقسي ترجمها حمزة المثلوثي بنجاح. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان بالإياب في تونس لحسم بطاقة دور 16. من جهة أخرى أبدأ مدرب فريق النفط بكرة القدم حسن أحمد رضاه عن نتيجة التعادل التي خرج بها الفريق أمام الصفاقسي التونسي، وقال: أنا راضي عن الأداء والنتيجة، ولا سيما أننا لعبنا أمام فريق متخم بالنجوم ويضم 5 لاعبين خاضوا مع منتخب بلادهم بطولة كأس العالم الأخيرة، فضلا عن ضمه 6 لاعبين محترفين. وتابع أحمد أن الفجوة التي حصلت لفريقنا في اللقاء هي اللياقة البدنية، ولا سيما أن فريق النفط خرج مؤخرا من دوري مجهد ومنهك، إذ لم يفصلنا عن مباراة الصفاقسي سوى 20 يوما. ولفت حسن أحمد أيضا إلى أن فريق الصفاقسي التونسي يمتلك كل مقومات القوة والخبرة مثل هكذا بطولات. Uh...
جمهورنا الرياضي، نكمل مشوارنا بين الأندية العراقية، وارتأينا اليوم أن نسلط الضوء على نادي الطلبة الأنيق للتعرف على وضع نادي الطلبة في الآونة الأخيرة وما هي آخر المستجدات على الأصعدة كافة الإدارية والفنية، وكذلك استقطاب اللاعبين. وظهر نادي الطلبة بكرة القدم مؤخرا بتحضيراته المكثفة للموسم الكروي الجديد بالإعلان عن تعاقد مع جهاز فني معروف في الوسط الكروي قبل الدخول في بطولة الدوري العراقي 2018-2019. وقد تواجدنا في هذا المؤتمر الذي عقد مؤخرا للوقوف على آخر المستجدات التي ستطرأ على هذا النادي المهم والكبير في الدوري العراقي. مشاهدينا، خليكم ويانا لنتابع جزء من هذا المؤتمر مع تصريحات إدارية وفنية للأنيق. خلينا نتابع. احنا حكيت بالمؤتمر، انا قلت احنا حنعطي مساحه واسعه للفريق للمدربين، لان هاي احنا العام مرينا باخطاء، وماكو انسان من يحترف الخطا. اعتقد هاي شجاعه، لان النوبات تصير عندك سلبيات بالعمل، واعتقد هذا الكادر راح نعطيه فسحه واسعه من يعني بالدوري، يعني ما راح نستغنى عن نهايه الموسم، لان العمل يراد له شغل هواي، البناء يراد له اكثر انسجام، اكثر المدربين بعيدين شوي عن الدوري يراد لهم اكثر انسجام حتى يقدروا يوصلون الى بر الامان. فهذا الموسم راح يكون اختلاف مهما تكون النتائج، اذا كان سلبيه واذا كانت ايجابيه. هناك بعض لاعبي الخبره، نعم هو ليس لاعبي سوبر ولكن لاعبي خبره يؤمن لهم مستقبلا ان يكونوا ضمن المنتخبات الوطنيه، وايضا مجموعه من اللاعبين الشباب اي على مستوى منتخب الناشئين والشباب يؤمل لهم انه يقدمون مستوى جيد. هذا التجانس ممكن ان نخلق من عنده مجموعه من اللاعبين اللي تقدر تنافس على المراكز الاولى، خلي يعني حتى ما نسبق الاحداث، ممكن تنافس على المراكز الاولى، وممكن تسحب يعني خلال الدوري الى منصه التتويج. ليس يعني من الصعب انه انت يعني تكون فريق ويفوز بالدوري اذا توفرت المقومات على المستوى المادي، على المستوى المعنوي، على مستوى الدعم الجماهيري. هذه كلها عوامل مهمه حتى يقود الفريق الى مراكز التتويج. اعتقد طموحنا وطموح كل الاخوان وعملنا سيرتكز على هذا الجانب، وهو العوده الى المراكز المتقدمه ان شاء الله. هو طموح مشروع يعني اليوم، لكن تعرف انت اليوم فريق جديد، الفريق الجديد هو يعني 25 لاعب جديد، يحتاجهم اسلوب لعب جديد، يحتاجهم انسجام، هاي كلها متوقع كادر تدريبي، لكن طموحنا هو اذا تسني كطموح يعني وان نحصل على لقب الدوري، وهذا طموح مشروع، لكن الظروف يعني ما تكون مهيئة ان تحصل على دوري الدوري، لكن راح تكون منافس. اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفق ونخطف دوري الدوري، هاي امنيتنا احنا. يعني خطفناه كلاعب، اني اتمنى خطفه اني يعني اداري بالنادي الطلبه. جمهورنا الرياضي، سنبقى في النادي الطلابي لمعرفة كل ما يخص الامور الاداريه والفنيه لهذا الفريق الكروي. فمن بين العلامات التدريبية البارزة التي ستشرف على الأنيق ضمن منافسات الدوري العراقي للموسم المقبل هو الكابتن القدير يحيى علوان، مع كوكبة من الأسماء المعروفة في سماء الكرة العراقية، ومنهم صادق سعدون مساعدا، وأحمد جاسم مدربا للحراس، والدكتور ضياء ناجي مدربا للياقة البدنية. مشاهدينا، إليكم جانبا من هذه الأسماء الكبيرة التي ستشرف على قيادة الأنيق. خلي نتابع. الطموح يعني على المراكز الاولى بالبدايه يعني هو ليش شيء مستحيل يعني، لكنه احنا نطمح الى هذا الشيء، لكن الهدف قلت لك الاساس يعني ما جاء عبر الدرج بطفره واحده، لا لازم اول شيء اصنع فريق حده قدره قابليه وامكانيه على امكانيه على التنافس، هذا يحقق المنافسه في على المراكز الاولى للامام. لازم اول مره تجي يعني تحقق فريق يعني عنده قابليه وامكانيه يلعب كره قدم تليق باسم نادي الطلبه ان شاء الله. شكرا لكم على حضوركم واهتمامكم، يعني ان شاء الله تعالى بقدوم كادر تدريبي جديد ان شاء الله تعالى تكون مستوى نتائج نادي الطلبه هذا الموسم افضل من الموسم السابق. الموسم السابق كان قاسي جدا على جماهير نادي الطلبه، على هيئه اداريه نادي الطلبه، على كل اللي عملوا. اتوقع بوجود الكباتن اللي بتركون تاريخ كبير في التدريب، عالم التدريب، وبتعاون الجميع، كل المؤسسات، الوزاره، جمهور النادي اللي صبر كثير على فريقه،
قد تتوقع ان شاء الله تعالى يكون هذا الموسم موسم مميز، ما نعد الجماهير انه بالفوز بطوله الدوري، لكن نعدهم ان شاء الله تعالى يشوفون يعني فريق افضل، يشوفون فريق يقدر يتنافس على المراكز المتقدمه ان شاء الله. حراس المرمى اللي اشرف على تدريبهم، حراس مرمى الشباب، اتوقع لهم مستقبل كبير ان شاء الله تعالى، يكونون نقطه قوه لصالح الفريق. احنا جادين ان شاء الله الملاك التدريبي على تحقيق الانجازات النادي الطلبه، ونادي الطلبه يمر بازمه ماليه وحتى ازمه نفسيه، ونحاول تعزيز ثقافه الفوز عند اللاعبين وزرعها في نفوسهم. وضعنا التخطيط والقصير الامد والطويل الامد يتخلل جوانب بدنيه وماريه وخططيه ومعرفيه، نحاول رفع مستوى اللاعبين بالجانب البدني وتلافي الإصابات. المباريات حتكون الدوري متقاربة، كل 4 إلى 3 أيام مباراة، وهاي المرحلة حنمر بأزمات، وإن شاء الله إحنا جادين بتطوير لاعبي نادي الطلبة وإعادة الهيبة نادي الطلبة كسابق عهده. شكرا جزيلا. وقد أبدأ نادي الطلبة بكرة القدم تحضيراته للموسم الكروي الجديد، وكانت الوحدة التدريبية الأولى لفريق الطلبة في جامعة بغداد. من جهة أخرى يعني أكد مدرب الفريق الكابتن يحيى علوان أن الجهاز الفني عازم على إعادة الأنيق إلى مكانته الطبيعية، وأضاف أنه تم إضافة أسماء جديدة لصفوف الفريق، ونسبة الاستقطابات بلغت ما يقارب 90%. وأضاف علوان أن الجهاز التدريبي الجديد للأنيق هم من خيرة اللاعبين الذين مثلوا المنتخبات ونادي الطلبة، مثل نزار أشرف الذي سيكون مستشارا فنيا، وصادق سعدون مساعدا، وأحمد جاسم مدربا للحراس، والدكتور ضياء ناجي مدربا للياقة البدنية. وأشار علوان إلى أنه يأمل بمساندة الجمهور الطلابي وأن يتواجد في المدرجات كما عاهدناه في السابق لمؤازرة لاعبي الأنيق ومساعدة الفريق لعودته إلى الأضواء. طبعا بالتأكيد نتمنى مرحلة جديدة في سجل نادي الطلبة، هذا الفريق الكبير والعريق، وكل الموفقية للجهاز الفني والإداري وحتى الجمهور الأنيق الوفي الذي دائما كان حاضرا ومساندا لهذا الفريق. مشاهدينا الآن دعونا نتوقف قليلا مع فاصل، نواصل بعده فقرات صدى رياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. إذن مشاهدينا الكرام، عدنا من جديد مع الإثارة والمتعة الكروية المتمثلة بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تم قص شريط انطلاق الجولة الأولى للدوري 2018-2019. وقد شهدت الجولة الأولى عودة مميزة وقوية لبعض الفرق، ومنها فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري للموسم الماضي، الذي بدأ بداية واثقة بفوز مهم على مضيفه أرسنال، فيما استهل فريق ليفربول مشواره بالموسم الجديد بفوز مستحق على ضيفه وستهام يونايتد، وحقق فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على ضيفه فريق ليستر سيتي العنيد. بالتأكيد هنالك لقاءات أخرى، هذه وقفة وقراءة مفصلة لأهم النتائج ضمن الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، وخليكم ويانا. عاد الحال كما كان عليه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع فوز الفرق الكبيرة في الجولة الافتتاحية، ودون وقوع مفاجآت تذكر، وفازت كل الفرق التي احتلت أول 5 مراكز بالموسم الماضي، ومعظم الانتصارات كانت سهلة، ولم يحقق أي فريق صاعد من الدرجة الثانية الانتصار، ولم يتمكن أي فريق من التفوق على منافس احتل مركزا أفضل منه خلال الموسم الماضي.
وفاز المان سيتي بهدفين مقابل لا شيء على أرسنال في لندن، بينما سحق ليفربول منافسه ويست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شيء في وقت سابق. ونجح تشيلسي تحت قيادة مدربه الجديد ساري في الفوز بسهولة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على هيدرسفيلد تاون، بينما فاز توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل لا شيء على نيوكاسل. وفي انطلاق المسابقة انتصر فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد على ليستر سيتي. وأصبح فريق فولهام أول فريق صاعد ينفق أكثر من 100 مليون جنيه استرليني خلال فترة الانتقالات، لكنه خسر على أرضه أمام غريمه اللندني كريستال بالاس. وكان وولفرهامبتون واندرارز الوحيد من الفرق الصاعدة الثلاثة الذي نجح في التسجيل أو الحصول على نقطة، التعادل بهدفين لهدفين على أرضه مع إيفرتون الذي لعب بعشرة لاعبين لمدة 50 دقيقة. وكان فولهام وولفرهامبتون ضمن أعلى 5 فرق بالدوري الممتاز في صافي الإنفاق خلال موسم الانتقالات، لكن من غير المتوقع احتلال مركز متقدم هذا الموسم، بينما من المرجح ظهور نفس الفرق الكبيرة في مراكز المقدمة. جمهورنا الرياضي متواصلين معكم مع مجموعة من الأحداث والأخبار الرياضية العالمية، وهذه المرة إلى كأس السوبر الألماني، حيث اكتسح فريق بايرن ميونخ مضيفه فريق أنتراخت فرانكفورت 5 أهداف نظيفة. وقد انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النادي البافاري 2 نظيفين عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في 26 و26 على التوالي. في الشوط الثاني من المباراة وصل ليفاندوفسكي تألقه في المباراة ليحرز الهدف الثالث له هاتريك ولفريقه في 54، ثم تمكن كومان في 63 من إحراز الهدف الرابع، واختتم الإسباني تياغو ألكانتارا مهرجان الأهداف مسجلا الهدف الخامس في 85. بهذا الفوز توج فريق بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخ النادي البافاري. خليكم ويانا. جمهورنا الرياضي الآن مع محور جديد يشمل تنظيم آلية الدوري العراقي الكروي للموسم الجديد، لذلك سنكمل مشوار تغطية صدى الرياضة يعني مع الدوري العراقي لمكانته لأهميته وانعكاساته على المستوى العام للكرة العراقية، لا سيما ونحن يعني ننتظر انطلاق الموسم الكروي الجديد ونتطلع جميعا لانطلاق موسم منظم جديد يمحو كل السلبيات السابقة. بصراحة ما لاحظناه يعني من تخبط واضح بالمواسم السابقة يعني جعلنا نهتم كثيرا بهذا الأمر ونسلط الضوء عليه بين الحين والآخر، فالكل كان متابعا مهتما بالمشهد الكروي العراقي، الكل يطمح في رؤية تنظيم مدروس على أرض الواقع وآلية صحيحة وسليمة لطريقة تنظيم مسابقة الدوري، وهذا ما يجعلنا نبحث ونبحث ونستمر في التغطية لإيجاد حلول صحيحة من المختصين والمهتمين والمتابعين والمعنيين بالكرة، حتى لا يبقى هذا الأمر معقدا وشائكا ويبقى مردود وانعكاس ذلك سلبيا على المستوى العام للكرة يعني العراقية للسنوات المقبلة. مشاهدينا الكرام، ومن أجل إيجاد حلول صحيحة وسليمة لطريقة تنظيم مسابقة
الدوري. سنتوقف الآن مع نجوم الكرة العراقية والمنتخبات الوطنية ونجوم الدوري العراقي من اللاعبين السابقين والمدربين الحاليين، فضلا عن الإداريين والمشرفين على فرق الكرة، وذلك من أجل تبادل الأفكار والآراء للوصول إلى طريقة مثلى لتنظيم الدوري للموسم المقبل. خلينا نتابع. أكيد عندما يكون عندك دوري ناجح يكون عددهم أقل. إحنا مو الدوري الإسباني أو الإنجليزي بمواصفات عالية، الأندية تمتلك ملاعب كثيرة وجاهزة. إحنا اليوم نعاني من الملاعب، يعني يجيك فريق ما عنده قدرة أن يشارك، يعني دائما هو بدأ الدوري وبعدين بدأت الإشكاليات، إنه فلوس ماكو، الباص ما عندنا، أكل ما عندنا. فأعتقد اللي ما عنده قدرة أن يشارك، أتمنى أن كل نادي يعرف حجمه بالمشاركة، لأنه عندما شارك في دوري النخبة عليك أن تسافر إذا ما تمتلك الأموال. أعتقد يعني ما تليق بالأندية أنه تبدأ الدوري وبعدين تشك. أعتقد 18 إلى 14 إلى 16 يكون دوري مثالي، لأنه الصراحة دورينا إلى ثلاث أجزاء، أربعة الزوراء والجوية والنفط والشرطة، والفرق أكثر من 25 نقطة، فارق شاسع. النص المتوسطين يعني أيضا الأماكن الدافئة همهم أنه ما يهبط، والهبوط أنت لاحظت أنه الوضعية البائسة الأخيرة. وأعتقد دورينا من 16 إلى 18 إلى 14 فريق يكون دوري مثالي، لأنه فقط 14 فريق قد يكون أن يستحقون يلعبون دوري النخبة العراقي. والله كل ما يقل يعني 16 فريق هاي برأيي. والله أنا برأيي يعني كل الآراء محترمة، هي أكو جماعة هي 24 وأكو جماعة 20، بس احنا كل سنة يعني ما عندنا نقول تخطيط أو تنظيم للمسابقة. شلون يجي التنظيم؟ احنا نقعد بالمؤتمر مشاركين 20 فريق. احنا صح هو الاتحاد مو محني، اكو فرق يعني تلعب مرحلة واحدة تنسحب بسبب أمور يعني مادية، هاي كلها دي أمور بيها البلد. احنا نتمنى لو الدوري يصير 16 فريق يعني، أو حتى لو 20 فريق ما يهم يخالف، بس يكون نظام الفريق اللي ينسحب، الفريق اللي ما يجي المباراة، يعني هاي كلها عوامل لازم توقيتات التصير صحيحة. صح احنا الظروف دي نعيش بها البلد، ظروف صعبة، مظاهرات او وضع الامني، كلها تأثر علينا. انا حتى دائما انا يعني اقول المسابقات الله يساعدهم، ما يقدرون يخلون برنامج يعني اربع فرق الجماهيرية تلعب ملعب الشعب، بالتاج تلعب ثلاث فرق، بالصناعة تلعب فريقين، يعني شلون تصير المسابقة؟ يعني حتى هي التراخيص انا اقول هالسنة ما نجحت، حتقولي شلون اكو عندي اعطيتهم تراخيص هي مو صحيحة، جينا لعبنا بها، شوفوا هذا ملعبنا من احسن ملاعب. احنا اليوم التراخيص قالت لها انتم ما عندكم من الجهه الثانيه جمهور، يعني ما عندنا مدرجات، لا شلون لعبنا احنا يعني نقول ما نجيب اسامي يعني غير نادي وغير نادي، اكو طبينا لعبات طبينا ما لقينا حمامات، هذا واقع نحكي يعني ما يزعل مين عندي، خلي واحد يزعل، اكو ملاعب طبينا بها ماكو حمام. احنا تعال شوف هسه المنازع مالتنا شلونها، وهذا احنا شغله التراخيص اعتبرها بالعراق لحد ما نجحت ولا تعطي المعيار الصحيح. أتمنى كل سنة لازم إحنا نصحح أخطائنا كمسابقات أو كرياضيين، نصحح المسابقة حتى الفريق يمشي. أنت حتى المسابقة الدوري إذا هي ناجحة المنتخب مالتك يصير ناجح. نشوف إحنا خلصنا الدوري، إحنا دخلنا قبل دورة عربية، حتى فريق اللاعب ما أخذ استشفاء، شوف أنت اللاعب يروح تعبان من دوري طويل سنة كاملة تدخل قبل الدورة العربية، هذا ماكو تخطيط. أو ندخل لآسيا، شوف هسه فريق المنافس إحنا نلعب وياه صار له شهرين قاعد، خلص الدوري مالته ثلاث أشهر، شلون حيجيك استعداد عالي؟ وهذا كل هذا نتمنى نعالج اخطائنا. اخر زياد احمد مجددا وجها لوجه امام نور صبري، زياد يتقدم، زياد وجول، اولى شرارات المباراه تنطلق من النفط هذه المره، زياد احمد يسجل اول الاهداف من ركله جزاء يضعها على يسار الحارس نور صبري، واول اهداف اللقاء. جمهورنا الرياضي اليوم عندما يعني نتواجد مع اي ملتقى رياضي او اي تجمع لنجوم الرياضه العراقيه لابد ان نستغل الفرصه لمناقشة واقع الدوري العراقي الكروي مع الزملاء الصحفيين والإعلاميين الذين يسعون بكل تأكيد لإيجاد الحلول السليمة للارتقاء بواقع الكرة العراقية. فطرحنا عليهم كيف يرون تنظيم
وآلية الدوري وكيف كانت تجربة الموسم المنصرم وما هو العدد المثالي للأندية المشاركة بالدوري. هذه الاستفسارات وأخرى طرحناها على الزملاء المختصين والمهتمين بالشأن، خلينا نتابع. الدوري العراقي في هذا الموسم تجاوز البعض من أخطائه وعيوبه، ولكنه في السنوات السابقة وحتى في هذه السنة كانت هناك عيوب كثيرة، منها التأجيلات، منها الانسحابات، منها المشاكل وشغب الجمهور أو الفقر المالي للأندية. ولكن في هذا الموسم إلى حد ما نستطيع أن نقول بأن تجربة الدوري سارت بشكل مقبول، ولكن لا يخلو من العيوب. في مقدمة العيوب هي أولا أنا أعتقد أن عدد 20 فريق هو عدد كبير، والعدد المثالي والمقبول أظنه 16 فريق هو العدد المقبول والمثالي، لأن وجود 20 فريق يعني هناك ترهل في المباريات وترهل في انضمام بعض اللاعبين ذوي المستويات الضعيفة، وبالتالي تلكؤ قلة الملاعب أيضا عامل أساسي من عوامل هذا الترهل. لذا أنا يعني أجد من الممكن أن يكون 16 فريق، ولكن مع هذا أنا 20 فريق مقبول ممكن تحسينه، وسيكون في السنة القادمة يعني موسم 18-19 سيكون أكثر استقرارا حسب ما أعلنت لجنة المسابقات وأكثر رصانة. ستكون هنالك فرص لمحاولة لفرص استثمار، لأنه الاستثمار هو راح يوفر الأموال الكبيرة والكثيرة للأندية التي تساعدها على بناء فرقها. لذا وأيضا أنا أعتقد أن يعني وجود مدربين أكفاء ومساعدين أكفاء ودوري لفرق الفئات العمرية ناشئين أشبال شباب سيؤدي هذا إلى بروز لاعبين ومواهب عراقية ممكن أن تحسن الكرة العراقية. ولكن الأمر المهم اللي أنا أود أعبر الآن أقول بأنه المدرب الأجنبي الآن لم يتم يعني اختيار الوقت المناسب لجلب المدرب الأجنبي، لأن المدرب الأجنبي يحتاج أموال طائلة وهذه الأموال غير متوفرة الآن في اتحاد الكرة، إضافة إلى أنه القاعدة الكروية في العراق لا زالت يعني قاعدة مرتبكة من حيث غياب فرق الفئات العمرية، فرق الشباب الناشئين الأشبال الأولمبي، وظاهر هنالك آفة كبيرة تؤثر على الكرة العراقية هي آفة التزوير والتلاعب بالأعمار. لهذا نجد أن الفرق العراقية التي تلعب في هذه البطولات 90% من عدها يعاني من التزوير والتلاعب بالأعمار. الدوري بحاجة إلى إعادة دراسة، وأنا أرى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم عليه أن يعتمد على خبراء ومختصين منهم عراقيين والبعض من الخبراء الدوليين يساعدونا على أن نؤسس كرة عراقية رصينة وفرق محترمة وعدد مقبول، ونهتم بالعمل مع ظروف الملاعب المتوفرة لدينا، عندها سنستطيع أن نقدم إمكانية كرة جيدة خلال 3 إلى 5 سنوات قادمة. 20 فريق أكبر من القواعد الجماهيرية وأكبر من إمكانيات الأندية، وبالتالي يعني حتى ستؤثر على أندية الظل أو أندية الصف الثاني الارتقاء. وأنا أرى أن العدد المثالي للأندية في الصف الأول في الدوري العراقي ربما 16 فريقا، وهذا ما يعمل عليه اتحاد الكرة في خلال الموسمين المقبلين. الموسم المقبل على وفق المقررات الأخيرة لجنة المسابقات والتي صادق عليها مجلس الإدارة سيكون 18 فريقا، والموسم بعد المقبل سيكون 16 فريقا. نأمل أن تفي الإدارة بوعودها في هذا الصدد. وصلت لنا الأمهاوي، أخذ كرة عرضية خطيرة خطيرة خطيرة، غير ما أقول هذا نوع من الجنون. مشاهدينا، نبقى مع نجوم الكرة العراقية والمنتخبات الوطنية
ونجوم الدوري العراقي يعني من اللاعبين السابقين يعني والمدربين الحاليين والإداريين من أجل تبادل الآراء للوصول إلى طريقة مثلى لتنظيم مسابقة الدوري للموسم المقبل. خلينا نتابع. والله هو العدد المثالي للأندية العراقية لازم 16 يكون مثالي جدا. احنا ما نريد نزيد، احنا بالعكس لازم نخلص حتى يكون الفرق مستوى عالي. 16 فريق جيد جدا مستوى الدوري العراقي، ما نريد لا يزيد ولا ينقص، 16 كل زين، هذا هو المثال. يعني على الكثافة السكانية، على عدد لاعبي كرة القدم بالعراق، اعتقد 18 الى 20 فريق مناسب. اذا انتهى الدوري مبكرا وفترة الاعداد بدت مبكرا، ممكن ان نبدي 15/9 وانتهي ب 15/5. دوري يكون اسبوعين، كل اسبوع مباراتين واسبوع مباراة، يعني تلعب لك 6 مباريات بالشهر. اذا تضربها في 8 اشهر عندك 48 مباراة، في حين انت تخوض 36 مباراة. هذه الحسبة إذا مشت وإذا قدرنا أنه ننظم مواعيد الدوري، أعتقد العدد المثالي هو من 18 إلى 20 فريق. شوف، حقيقة مسألة الرياضة عموما أو كرة القدم تحديدا، أعتقد أن الكلام هذا قبل عقد من السنين تكلمنا نفس الكلام، أصبح الكلام مكررا، الأخطاء متكررة، عدم وجود تصحيح نظرا لعدم الاعتماد على يعني استراتيج عمل، خطط مستقبلية. لذلك الأخطاء موجودة، الأخطاء كثيرة، الاجتهادات الشخصية هي واقع الحال في العمل، هذه مشكلتنا الحقيقية. ولذلك تجد أنه يوم بعد آخر تتفاقم المشاكل، وفي كل يوم مشكلة جديدة. الإعلام الآن ما شاء الله يعني كل يوم ممكن قضيتين أو ثلاثة من الممكن أن يناقشها. فيما يتعلق بالدوري وآلية الدوري، هي ذاتها لم تتغير. اللي نرجوه، اللي نسعى إليه، اللي نطمح إليه، هكذا يجب أن نتكلم. الاستعانة بمختصين، سواء في لجنة المسابقات، سواء في الإشراف على المباريات، في كل مفصل من مفاصل اتحاد الكرة. اللي طلب بعد انتخابه فرصة للعمل، لأنه فقد حقيقة ثقة الشارع الرياضي، حقيقة هي دعوة للاستعانة بكل المختصين من الكفاءات الرياضية الموجودة بكرة القدم من أجل النهوض بواقع كرة القدم، لأنه كرة القدم الآن هي واجهة الرياضة العراقية، على الرغم من وجود إنجازات وأرقام وأمور أخرى في رياضات أخرى. لذلك منهاج محدد، آلية محددة، تأجيلات على وفق المناسبات الدينية أو على وفق المشاركات الرسمية، هذا كلها يجب أن تحدد وتعلن قبل بدء الدوري، من أجل أن تعلم الملاكات الفنية كيف تعمل، كيف تبرمج مناهجها التدريبية خلال موسم كامل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عدد الفرق وغيرها، هذا أيضا يدخل في مسألة تطوير كرة القدم. أعتقد أنه الحل الأنسب لدوري منظم إما 14 ناديا أو 16 ناديا على أغلب الاحتمالات، لكنه حتى وبوجود 20 ناديا من الممكن تنظيم دوري على مستوى يقارن الدوريات العربية على أقل تقدير. إذن متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، وهذا المحور المهم عن الدوري العراقي. نبقى مع في محورنا هذا اليوم المخصص عن تنظيم وآلية الدوري العراقي الكروي للموسم الكروي المقبل، يعني وأهمية وانعكاسات هذا الدوري، هذا التنظيم، هذه الآلية على المستوى العام للكرة العراقية. نبقى مع الحلول الكثيرة التي قدمت من قبل المختصين والمهتمين بالكرة، ومطالبة الكثير منهم بحل
هذا الموضوع الشائك والمعقد في يعني مسيرة الدوري العراقي بشكل خاص والكرة العراقية بشكل عام. إليكم جانبا آخر من الآراء والانطباعات المطروحة حول هذا الموضوع، خلينا نتابع. والله أنا أعتقد 18، يعني أكو من يقول 16 هو المثالي، لا أنا أقول بحجم العراق ويعني اللعبة الأولى وشعبيتها كبيرة أكيد 18، وتسعى إلى 18 فريق يكون بالدرجة الأولى في سبيل صار الفريقين يعني اللي نقول الدوري يعني صار بيه له قيمة، يعني حتى صدقني حتى الدرجة الأولى يصير بيها منافسة ويصير إضافة إلى دوري الممتاز. فأكيد هنا راح أول شيء توسع القاعدة، راح يصير عندك تقريبا 32 فريق، إذا 16 ب 16 32 فريق، أكيد راح عندك 32 فريق راح يصير بيها منافسة قوية. فأنا أعتقد هذا، أما من الآن دا يقولون إنه يريدون يجاملون بعض الفرق اللي هبطت وما ينزلوها، هذا أنا أعتقد كارثة. يعني أنت راح ترجع للمربع الأول، راح كيف أنت راح تشوفهم ينظمون دوري مجموعتين، نرجع إلى 24 فريق 12 فريق ب 12 فريق، هذا أنا أعتقد يعني غير صالح أو غير مفيد للكرة العراقية. أنا أتمنى 18 فريق، يعني 18 فريق راح تشاهد أنت ممكن سنة الأخت تبقى 16 فريق، ممكن يصير عندك دوري مثالي بالنسبة لدوري النخبة. هو دوري النخبة تسميته دوري النخبة، ودوري الممتاز هو يعني خلاصة الفرق مو بكثرتها، هي نقول بتميز هاي الفرق. فراح يصير عندك دوري قوي، دوري مشاهد، دوري تقدر توصل لدوري المحترفين من خلال هذا الدوري. بثلاث نقاط ثمينة تبقى الفارق حتى يكمل الجوية مباريات. اعتقد ال 20 فريق هي اعتقد هو دور مثال، يعني مثل ما نشوف الدوريات الاوروبيه. فان شاء الله نتمنى بان يعني احنا يجوز من يصير فرق قليله، اعتقد راح يصير اكثر، تطلع لك اكثر لاعبين من 16 فريق، بس ال 20 فريق اعتقد هو مثالي، لان تعطي فسحه يعني ايضا مساحه واسعه للاعبين يلعبون اكثر مباراه، يعني 38 مباراه يلعبون بدل ما يلعبون لك 32 مباراه. فاعتقد هذا الدوري ان شاء الله اذا كانت لجنه المسابقات جاده في عمله بنظام المواعيد المضبوطه بدون تاجيلات، ما نمر سنه كامله، يعني احنا نلعب كاس العالم والدوري العراقي بعده شغال، اعتقد هاي يعني جريمه بحق كره القدم، يعني كاس العالم كل الفرق قاعده والدوري العراقي شغال، فلازم من هسه يخططون لجنه المسابقات شلون يسوون البرنامج، شلون يعدون الكراس مال اللعبات من بدايه المرحله الاولى لنهايه المرحله الثانيه حتى نقدر يوصلون لابر الامان. هذا مو يعني الاتحاد شغله لازم يتعب على مود يسهل العمليه، العطل، المناسبات وكذا، شوف شلون يتعامل معها حتى يقدر يظهر بدوري جيد. يا اخي هو العدد المثالي اليوم اغلب انديه العالم الكبيره هي 2020، دوري الالماني 18. احنا خلينا نقول ظروفنا وواقعنا العدد المثالي 16، يعني اعتقد يعني رقم جيد جدا. يصير عندك 15 في 32 مباراة تلعب في الموسم، يصير عندك مساحة المشاركات الخارجية، عندك مساحة لبطولة الكأس، البطولات الثانوية المرافقة، وبالتالي يرتفع العدد يعني من عدد المباريات. أنا أفكر في عدد المباريات دائما أذكر هذا الرقم حتى اللاعب يستفاد، تكون عندنا طبعا. أما أنت تلعب هذا الدوري بهذا كذا نظام هكذا أسلوبه وعندك أنت مناسبات والتزامات صعبة، يعني لازم توقف بها الدوري، يعني أمم آسيا عندك مشاركات فالنظام يعني. لكن انت ما بديت حيل حاليا، اذا قلت 16 وقلت هو الرقم 20 قرر واعترف به ومشى للدوري. لكن اعتقد كل ما تكون بدايه مبكره، يعني العام خطانا خطا كبير ما حد انتبه له لا بالاعلام لا احد، بدينا 15 11 الدوري، يعني هاي يعني رقم صعب جدا. هذا احنا بقنا 40 يوم او 45 يوم بدون سبب، بالتالي دخل كاس العالم منتهى واحنا منه. كان ننتهي قبل كاس العالم. 45 يوم مو سهله في كره القدم باللعب، يعني تاخذ كم مباراه فيها تقدر. بالتالي امس نزلت منشور دوري انجليزي الموسم الماضي بدا 11/8، هذا الموسم بدا يوم 10/8، يعني فرق يوم واحد. حتى الفيسبوك ذكرني مو اني، الميموري تجي قدامه. فشاهد كلام يعني ان العالم منظومه كالندر ثابت.
نعم هناك متغيرات، ظروف صعبة تمر بينا احنا في البلد، وهذه احنا نراعيها مو ما نراعيها ونتعامل معها، لكن ايضا اتكيف مع الحالة. انا اعرف اقدر وضعي واطي اللاعبين والفرق، خلينا برنامج اشتركهم، تعالوا قعدوا المسابقات، اقعد ممثل من كل نادي يعني يكون عنده خلفية عن المسابقات، خلينا نقعد خرت الملاعب، نقعد وزارة الشباب على ترتيب الملاعب معنا، حتى ابدي انطلاقة افتح يعني افتح قلبي للجميع وتعاون. هي احنا كنا هدفنا واحد، احنا نريد نرتقي في المسابقة، كل ما ارتقت المسابقة اليوم ترى كل العالم إذا ما عندك دوري ناجح ما يطلع عندك منتخب ناجح، ما يطلع عندك فريق ناجح، ما يطلع عندك مدرب ناجح، ما يطلع عندك لاعب ناجح ولا إداري، حتى الإعلامي الإعلامي بدل ما يبحث عن الحصريات ويبحث عن السبق الصحفي يبحث عن بعض الأولويات، إذا دوري منظم راح يكون كل فراح يقوم يبحث بالأمور الفنية اللي تخدمني وتخدم غيري، تخدم الأندية وهذه، بدل ما أبحث بالمشاكل والتقاطعات والخلافات. من تصير المنظومة ثابتة ثوابت، هذه المتغيرات مستمرة هي أبقى وياها، لكن المتغيرات اللي تفيدني وتفيدك هذه بالعكس أنا رحب بها. اليوم أنا أحلل، من يجي أحد يحلل أفضل مني أكيف أتعلم منه، وبالتالي استفاد ممكن نتناقش نوصل إلى نتيجة. فأعتقد يعني دورينا هو الأفضل، يعني قلنا 16 لكن إحنا خلنا نقبل بالعشرين حاليا، بس ننظم وضعنا وننظم مقتنا، نضع لوائح وشروط يعني جميلة، يعني بحيث استثمار اللعب، احترام القانون، احترام الحكم، بالفير بلاي. كان إيقاف هذا اللاعب القصير المثير الخطير الرائع من خارج منطقة الجزاء. الله 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 الله. مشاهدينا مستمرون في مشوارنا لعملية استبيان صدى الرياضة التي يعني كانت مخصصة وكانت بين عدد من لاعبي الدوري العراقي بكرة القدم سابقا والمدربين والإداريين، لكي نتعرف من أهل الشأن على آرائهم بخصوص يعني العدد المثالي لتنظيم مسابقة الدوري للموسم المقبل، ويعني وانعكاسات وأبعاد ذلك على المستوى الفني العام. بالتالي لكي يعني نذكر المعنيين بتنظيم الدوري، نذكر بسلبيات المواسم السابقة، يعني من أجل تصحيح المسار، من أجل المعالجة الحقيقية للآلية المتبعة، بالتأكيد هي خدمة للمصلحة العامة. مشاهدينا الآن مع آراء مختلفة حول هذا الموضوع، خليكم ويانا. والله في ظل الظروف الحالية أنا أعتقد أنه 16 فريق في الدوري هو الأفضل، أعتقد لأن توقفات كثيرة تصير عندنا، دنوصل إلى أجواء جدا حارة الشهر السابع وشهر الثامن، وأعتقد أنه 16 فريق راح تكون منافسة أفضل، راح نختار من عندهم أفضل اللاعبين نخدم بهم المنتخبات كلها. يعني أنا أعتقدها ولو 16 فريق يمكن تكون دوري أنضج، يكون أولاً يبدأ بتاريخ وينتهي بتاريخ، وتكون فترته أيضاً يعني بعيدة عن اللعب في الأجواء الحارة جداً. أنت تعرف هذا الموسم الماضي كانت درجات الحرارة فوق 50 والفريق يلعب، وأعتقد هاي جريمة في حق الفرق الرياضية. لو كان يعني يبحث الاتحاد بجدية أن يكون مثلاً 16 فريق ويصر على أنه تكون 16 فريق، وأيضاً تكون قيمة مالية مع هذا الأساس كله، يعني قيمة مالية للدوري في سبيل أن تعطي فد يعني جانب فني أولاً بال 16 فريق، وأيضاً جانب آخر اقتصادي اللي أنت ما تصرفه من خلال ما تنطيه من عقود لاعبين ممكن أن تعطيك من خلال الجائزة اللي ممكن أن تحصل بيه عليها، سواء كنت يعني في المركز الأول أو الثاني أو الثالث، مثل ما دا يصير بكل دول العالم. يعني جائزة الدوري جائزة محترمة جدا. أعتقد إحنا هاي الحالتين فاقدينها، لا جانب المتعة اللي يعني أنت مرات يضيع الدوري في جانب المتعة كبيرة منه في الأجواء الحارة جدا، وأيضا الجانب الثاني جانب الاقتصادي، الـ يعني الأندية تخسر من ما يعني ملايين الدولارات بس ما تجني من عندها ولا دينار واحد، لا من النقل التلفزيوني ولا جائزة مالية لبطولة يعني بطل الدوري أو بطل الكأس أو غيره بطل. يعني إحنا شوف بطل دوري وبطل كأس وبطل كأس سوبر ولا دينار واحد فيما يخص جائزة يعني شلون يقول الجوائز المقدمة لهذه البطولات. وأعتقد هذا مو صحيح، يعني المفروض كل ما تعطي وتقدم المفروض تعطي شيء كبير، المفروض أيضا تتلقى بالمقابل يعني فشيء أفضل يعني
احنا نتمنى الاتحاد يدرس هاي المواضيع. بالتاكيد انت اليوم الظروف اذا تسمح لك ان تلعب 16 فريق يعني اذا كان امكان، لكن تعرف انت اليوم ال 20 فريق ايضا مثال انا اعتبره، يعني اذا بدا بوقت محدد وانتهى في وقت محدد راح يكون مثال 100%، لكن المثالي مثالي هو ان يكون بين 16 الى 14 فريق حتى نوعيه اللاعبين تكون مميزه بالملعب، ايضا الفرصه تصير للكادر التدريبي للمنتخبات الوطنيه باختيار اللاعبين حسب الفئات مالتهم تكون نظره يعني افضل. رايك ما هي ايجابيات وسلبيات دورينا من اجل انه يكون دوري جيد؟ لا بالتاكيد اعتقد هذا الموسم كان موسم ايجابي 100%، لكن سلبيات مالته هو كثره التاجيلات يعني وقلت، هاي بس مشكله الدورينا هو كثره التاجيلات، وبالتالي انت تسوي اعداد تجي تجلس بعدين ترجع تسوي اعداد تجلس، هاي كلها تاثر على اللاعبين، يعني بالموسم واحد سوي اكثر من 4 إلى 5 مراحل اعداد وهي صعبه بالنسبه للاعب، اعتقد الموسم الماضي كان افضل، اتمنى هذا الموسم يكون افضل اكثر بعد ان شاء الله. مشاهدينا الجميع ينتظر انطلاق الموسم الكروي الجديد والكل يتطلع يعني لبداية موسم منظم جديد يمحو كل السلبيات السابقة. وقفتنا التالية ستكون عن تنظيم الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم للموسم المقبل مع أهل الشأن من لاعبي اليوم ضمن صفوف أندية فرق الدوري وكذلك من المختصين والمعنيين بالأمر لمعرفة انطباعاتهم ورائهم حول آلية الدوري الكروي المنصرم والجدول المضغوط، يعني وما هو رأيهم بمشاركة 20 فريقا في المسابقة، ما هو العدد الأمثل من وجهة نظرهم لهذه المنافسة. مشاهدينا خليكم ويانا لنتابع الإجابات. شوف أكيد يعني يكون الدوري 16 فريق، يعني ما يكون 16 فريق راح يعني يبقون اللاعبين الممتازين يوقعون لهذه الفرق، وأهم شيء أهم شيء يعني الاتحاد والناس المسؤولين يكون يسوون فد المباريات تكون بالليل، يعني شكو فريق عنده ملعب يمتلك ملعب جيد البنى التحتية يعني أقصدها، راح تشوف يمكن أكو لاعبين يمكن مظلومين بالملاعب الغير جيدة يمكن الغير صالحة، شوف ما تشوف مهاراتهم بس الملعب الجيد راح تشوف شنو إمكانية هذا اللاعب، وبالتالي يعني راح يعني تحصل فد مجموعة جيدة للمنتخب الوطني. والله احنا نتمنى انه يعني يرجع العدد كالسابق، يعني تعرف بالثمانينات كان عدد يعني يصل 16 فريق بالدوري، اللاعبين اذا يعني المفروض فتره الاستشفاء تكون طويله بين مباراه ومباراه، في حاله يعني كثره الانديه حصير فتره الاستشفاء مو صحيحه، بعدين هناك بعض الانديه لا تمتلك مقاومه النجاح، بعض الانديه حتى كرات ما عندهم ملاعب ما عندهم، لما يجي لك نادي الطلبة احنا تعبانين، يعني فريق جماهيري وفريق الى مستوى يعني ميلعب مع فريق يعني دون المستوى حيأثر على اللاعبين، وبنفس الوقت حيأثر على مستوى كرة القدم بالعراق، وبالتالي لاعب المنتخب الوطني من يصعد الى المنتخب الوطني يشوف انه اداء غير صحيح ويفتقد الكثير من المقاومات، افضل شيء يكون عدد 16 فريق يعني خلال دوري خلال مرحلتين يعني ممتاز إلى 16 فريق. إذن مشاهدينا الكرام هذا ما يسمح به الوقت لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة رياضية مقبلة. بالتأكيد لا أنسى أن أنقل لكم تحيات أسرة صدى الرياضة، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق النجاح الإبداع، هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.